ديك جوج المليون فوقاش دارت. فاش انا مشيت عند بابا قلت له بابا صافي انا الفلوس ديالي غادي ناخذها انا وهذا. بابا مسكين ما عرفتش قال لي بنتي هاكي فلوسك انا ما غاديش نمشيش. انا بقيت كنخدم داك الشهر وداك الشيء ويعني بقيت كنتقاتل مع هذا. صوت داك الشهر جوج ديال المليون، داك الشهر جاتني جوج ديال المليون صافي. من بعدها جا داك الشيء ديال الزواج، حيت انا ما تنتزوجش شهر خمسة ولكن راه صداقي وداك الشيء خديته انا في شي شهر 10 ولا المهم يعني خديته قبال بزاف. صافي جا داك الموضوع ديال الزواج، مشينا اختي مشى بابا جاب لي مليون ديال صداقي، وحيت انا في صداق ديالي خديت مليون. شحال ولات؟ جوج المليون زائد مليون، خديت ثلاثة ديال المليون. داك غير داك هذا ثلاثة ديال المليون صافي. كنت هذيك ثلاثة المليون يلاه بديت بها، يلاه بحال قلت بسم الله بها. هادشي اللي كاين. انا بحكم انه ما عنديش كنت في البنك بحكم بزاف ديال الحوايج، قال لي بابا شوفي انا بنتي كنصحك انك تعطي لبنى تخبي عليك فلوسك، كنصحك تعطي لبنى تخبي عليك فلوسك في الامان وكلشي. وهذا فعلا داكشي اللي كان. انا لبنى ديك الساعات تقيس لي في عينيا وما تقيسش في لبنى. اي مرات باه دازت المليون واحد كعتيقه تما فين انا زعما عرفوني راني كنت كحماق عليها. حطيت عندها 3 ديال المليون قلت لها شوفي لبنى هي 3 ديال المليون، ولكن الا جابها مثلا بغاها ولا شي حاجه ما تعطيهالوش. قالت لي لا واخا يجي يذبحني، واخا نوصل انا وهي للطلاق، واخا ما عرفتش شنو يدير لي ما نعطيهالوش. قالت لي لا قلتها لها بقيت هكاك. بابا مشى دار المحل، بابا سلف من عند امي 3 المليون عاوتاني. انا ما عند باليش انه بابا مازال خاصه الفلوس باش يكمل المحل، ما كانش عند بالي غادي يحسبني ويكمل فلوسه. مشى سلف من عند امي 3 المليون هي اللي بقات ليه زعما، ولكن بابا الواقع كانت بقات ليه شي 6 ولا 7 ديال المليون. مشينا عند المطيره فرحانه، قال لك انا بابا غادي يشري المحل فرحانه ليه ومازال فرحانه ليه. المهم مشينا بابا شرى مشي شرى المحل، يلا باقا كانت باقا له مليون في الاخر. مشينا داك الاجراءات كامله حنايا كنا صافي تحطت الفلوس عند داك تحطت الفلوس حتى كلشي حتى كلشي تصفى صافي. اللي فات فات، الفلوس تعطات. شنو مثلا غادي ديري؟ سيري نتحي راسك مع الحياه، سيري راسك في البحر، سيري شنو غادي ديري؟ 3 المليون ماشي شي حاجه اللي غادي نوضوا نهضروا عليها ولا نوضوا ندوزوا عليها صداع، ولكن علاش الكذوب؟